بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم الأستاذ حازم قرعاوي، أدرس مادة التكنولوجيا في مدرسة الفاضلية الثانوية مدينة طول كرم. سنبدأ بمناقشة كتاب التكنولوجيا للثاني عشر العلمي والصناعي، توجيه العلمي والصناعي. طبعا كتاب التكنولوجيا يتكون من 4 وحدات أساسية. الوحدة الأولى تناقش موضوع قواعد البيانات، يوجد فيها عدة أمور نظرية، مادتها العملية في برنامج الأكسس. الوحدة الثانية مايكروسوفت أكسس طبعا. الوحدة الثانية تطبيقات الهاتف الذكي، سيكون فيها حظ أوفر وأكثر من الوحدة الأولى في المادة النظرية. أيضا سيكون في الجانب العملي برنامج الأب إنفنتور، تصميم تطبيق خاص للجوال. الوحدة الثالثة الرسم الهندسي وتصميم الروبوت، سيكون فيها قسم نظري، أيضا القسم العملي باستخدام برنامج جوجل سكتش أب. الوحدة الرابعة وحدة نظرية شبكات الاتصال، سيناقش فيها طبقات نموذج الـ OSI سابقا في الصف العاشر وفي الصف الحادي عشر. تم مناقشة هذا الموضوع، سنكمل على ما تم مناقشته في الصف العاشر وفي الصف الحادي عشر العلمي. الدرس الثاني شبكة أجهزة الشبكة المنزلية، أجهزة الشبكة المنزلية الراوتر وجهاز الأكسس بوينت، أيضا سيكون مادة نظرية مبنية على المهارات التي تم مناقشتها في الحادي عشر علمي. طبعا المادة مبنية بشكل أساسي، بالذات الوحدة الأولى، أيضا الوحدة الثانية والثالثة، لكن تحديدا الوحدة الأولى مبنية بشكل أساسي على كتاب الحادي عشر العلمي، لذلك لا غنى عن المهارات التي تعلمتها في كتاب الحادي عشر العلمي. سأناقش في الفيديو التالي بإذن الله الأمور المهمة المطلوبة معك من كتاب الحادي عشر العلمي، لأن هذه المهارات مطلوبة ومهمة. في العام الماضي طلبت في الامتحان الوزاري، برغم أن طلاب العام الماضي لم يكونوا قد درسوا كتاب الحادي عشر العلمي الجديد، فالمدرسي المادة اضطروا لتدريس الطلاب هذه المادة. نبدأ مع الصفحة الأولى. في هذه الصفحة بعض أمور نظرية سريعة، هنا يذكر لك بعض برامج قواعد البيانات، طبعا برامج إدارة قواعد البيانات، أهمها اللي هو ماي اس كيو ال، اوراكل اس كيو ال سيرفر، ثم برنامج مايكروسوفت اكسس الذي سنناقشه في هذا العام. طبعا إضافة لبرنامج المايكروسوفت اكسس ستضاف إليك بعض المهارات الصغيرة من لغة البرمجة العملاقة، وهي لغة البرمجة الأم لقواعد البيانات، لغة البرمجة اس كيو ال. بالمناسبة هي لغة بسيطة جدا، سهلة جدا، أتوقع يمكن تعلمها في أقل من أسبوع، من أسهل اللغات وأكثر اللغات أهمية. جميع هذه البرامج تتشارك في لغة الاستعلام البنيوية الـ SQL. هنا أمر مهم ربما يأتي في الاختيار المتعدد، جميع هذه البرامج برامج ليست مجانية عدا الماي اس كيو ال، مجاني لا يتطلب أي ترخيص. من الأمور النظرية أيضا خصائص برنامج مايكروسوفت اكسس. الآن انتهينا من المقدمة، ندخل إلى برنامج مايكروسوفت اكسس. خصائص برنامج المايكروسوفت اكسس، أول خاصية البرنامج يعمل على بناء قاعدة بيانات علائقية. في العام الماضي تم مناقشة هذا الموضوع وتم ذكر بعض أنواع قواعد البيانات والتي أهمها وأكثرها استخداما قاعدة البيانات العلائقية. باختصار شديد، قاعدة البيانات العلائقية مجموعة جداول ترتبط بعلاقات منطقية، انتهى. هذا هو التعريف المختصر والمفيد لقاعدة بيانات علائقية. النقطة الثانية، قاعدة البيانات تجتمع في ملف واحد يأخذ الامتداد ACCDB. الحد الأقصى لحجم هذا الملف 2 جيجا بايت. هذا الملف مهم جدا جدا في قاعدة البيانات، تلف هذا الملف يؤدي إلى فقدان قاعدة البيانات جميعها، فهذا هو الملف الأهم في قاعدة البيانات. النقطة الثالثة، يمكن باستخدام برنامج مايكروسوفت اكسس استيراد وتصدير أنواع مختلفة من البيانات إلى قواعد بيانات وبرامج إلكترونية أخرى. المتمرس في برامج الويندوز
يفهم معنى كلمة استيراد وتصدير. استيراد وتصدير يعني إدخال إلى البرنامج ملف ليس أو امتداده، البرنامج لا يعالج هذا الامتداد. لنقل بمعنى أدق أن هذا الملف لم يصنع بهذا البرنامج أو صنع في برامج أخرى غير هذا البرنامج. مثال يمكن مثلا استيراد ملف صنع باستخدام برنامج المايكروسوفت أكسس باستخدام أحد برامج قواعد البيانات الأخرى، أو مثلا يمكن استيراد ملف صنع باستخدام برنامج الإكسل استيراده باستخدام برنامج مايكروسوفت أكسس. النقطة الرابعة تعدد درجات الأمان في برنامج الأكسس. درجات الأمان درستموها في الصف 11 بحيث تمكن من إعطاء كل مستخدم حقوق الوصول للمعلومات حسب الحاجة. طبعا هذا منطقي وطبيعي ويجب أن يكون هكذا، لأن قاعدة البيانات دائما كما نقول أهم شيء في أي نظام. قاعدة البيانات في هذا النظام، يعني مثلا في بنك محدد أهم شيء في هذا البنك قاعدة البيانات، أهم من المال وأهم من الموظفين وأهم من الأجهزة، قاعدة البيانات أهم شيء في كل نظام. بالتالي يجب أن نحدد صلاحيات كل موظف، كل مستخدم، صلاحياته وحق وصوله للمعلومة حسب الحاجة. يعني من غير المنطقي موظف جديد نعطيه صلاحية التعديل على معلومات أو الدخول إلى ملفات حساسة في نظام قاعدة البيانات. النقطة الخامسة إمكانية وضع قاعدة البيانات على شبكة الحاسوب مما يمكن عدة مستخدمين من الوصول إليها في آن واحد. طبعا في أنظمة قواعد البيانات الضخمة منطقيا يستخدم قاعدة البيانات أكثر من موظف، أكثر من مستخدم، بالتالي يجب أن توضع قاعدة البيانات على شبكة الحاسوب حتى يستطيع أن يستخدمها ويعدل عليها ويضيف عليها ويحذف منها أكثر من مستخدم وأكثر من موظف في نفس اللحظة. مثال البنك، البنك في نفس اللحظة عدد من الموظفين، أي يمكن لأكثر من موظف التعديل على قاعدة البيانات أو إضافة بيانات أو حذف بيانات في نفس اللحظة. النقطة السادسة والأخيرة تحتوي خصائص وطرق تمكن مدير قاعدة البيانات من التحكم الكامل بها. قاعدة البيانات أكيد سيكون لها مدير، ومدير قاعدة البيانات هو من يحدد صلاحيات، من يضيف أدمنز جدد لقاعدة البيانات، من يضيف صلاحيات ويقلل صلاحيات حتى يكون الوضع مضبوط في قاعدة البيانات. انتهينا من خصائص برنامج المايكروسوفت أكسس. نأتي إلى النقطة الأخرى ألا وهي بيئة برنامج مايكروسوفت أكسس. يتضمن البرنامج مكونات عدة، أهم مكون في برنامج الأكسس وهو المكون الرئيسي والمكون الأساسي، وهذا المكون يمكن أن نكتفي به في أي قاعدة بيانات من ناحية مبدئية، ألا وهو الجداول وهو مكان تخزين البيانات، ويتكون كما درست سابقا من حقول وسجلات. المكون الثاني في بيئة برنامج مايكروسوفت أكسس الاستعلامات، والاستعلامات هي من أهم الأمور في برنامج الأكسس. في برنامج الأكسس من أهم الأمور. دقق معي، نحن نتحدث عن برنامج الأكسس ولا نتحدث عن قواعد البيانات بشكل عام ولا نتحدث عن البرامج بشكل عام؟ الاستعلامات من أهم الأمور في برنامج الأكسس، وستدرسها كثيرا في المادة النظرية، وستدرسها أيضا في البند المخصص أو الجزء المخصص للغة SQL، الاستعلامات البنيوية. الاستعلامات هي طلب استرجاع بيانات معينة من قاعدة البيانات تنطبق عليها معايير محددة أو أوامر لتنفيذ عمليات على البيانات من في الجداول، حذف، تعديل، إضافة. طبعا الاستعلامات كما قلنا أهم أو من أهم الأمور، إن لم تكن أهم الأمور في قاعدة البيانات. أضرب لك مثال سريع عن الاستعلامات. يوجد قاعدة بيانات مثلا لمدرسة تريد الحصول على طلاب الصف العاشر الذين حصلوا على معدل أكثر من 97 من القرية الفلانية، شبيهة بالتصفية في برنامج مايكروسوفت إكسل لكن بنطاق أذكى ومستوى أعلى. النقطة الثالثة هي النماذج. النماذج هي عبارة عن واجهات رسومية جميلة نصنعها للمستخدم. من غير المنطقي أن نصنع للمستخدم أو نجعل المستخدم يتعامل مع أوامر برمجية، فنصنع له نماذج جميلة يتم من خلالها إضافة وتعديل البيانات، يتم من خلالها مشاهدة البيانات،
المدخلة في الجداول. أيضا يوجد فائدة أخرى للنماذج، إنشاء واجهات رسومية في مستوى متقدم برنامج مايكروسوفت أكس، البرنامج مايكروسوفت أكسس، واجهات كواجهة واجهة تحتوي على أيقونات للدخول إلى الجداول للتعديل على الجداول، ستدرسها لاحقا في هذا الفصل. آخر شيء وهو التقارير، هي طريقة لعرض البيانات وطبيعتها بأشكال وتنسيقات متنوعة. لا ننسى أن التقارير شبيهة بالنماذج، الاثنان يعرض البيانات، لكن التقارير يعرض جميع البيانات في صفحة واحدة، النماذج يعرض بيانات لسجل واحد. بالتالي التقارير يمكن طباعتها ومشاهدتها على شاشة الحاسوب، النماذج يمكن مشاهدتها على شاشة الحاسوب ولا يمكن طباعتها. في الدرس القادم إن شاء الله سنناقش بعض المهارات المهمة المطلوبة معنا في قواعد البيانات والتي أخذتها سابقا في الصف 11، ثم سندخل إلى الجانب العملي. إلى اللقاء.